السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا في هالفيديو اليوم في هذا المسفيت، هذا نويته ما هي كويسة. تمام، طبعا هو مثل ما لكم شايفين عن طريق الطبق الصحن. كان وقت اللي ركبت هاد للزبون هاي النوعية، طبعا مكتوب مثل ما لكم شايفين، أخذ الطباخ وبعد فترة رجع جابه، يعني ضرب. تمام أصدقائي، طبعا قطشت الفيديو هاي من شان أورجيكم بين الأسطي والعادي. طبعا في أصدقائي بيعرفوا هالشي. طبعا هاد الرقم مثل ما لكم شايفين، ما بعرف إذا واضح عليكم، هلا هدول النوعية هاي جيدة، اللي بيجي مكتوب رقمها 211. تمام شباب، وهي النوعية هلا نازلة بالسوق، بس يعني بنصح الجميع ما حدا يشتري منها. طبعا وقت بحط البانسة، لأنه الصحن بيسخن بصير نار عن طريق البانسة، بشيل الصحن وبيعمل. أهلا وسهلا بالشباب، أخوكم أبو منير. اليوم حبينا نشرح عن هالمسفيتات. تمام، هذا النوعية رديئة، هدول النوعية هدول يعني ماشي حالهم كويسات. لسا في بيجي هون له نقطة كمان، نوع أصلي هداك شايفين هون بيجي له نقطة، هداك بيجي كمان نوعيته كتير كتير كويسة. واخوكم ابو منير، واهلا وسهلا بالشباب. طبعا عن طريق الصحن بنجرب المسفت، لانه وقت اللي بيحمل باللورا وبيحمل الدار ببين معك الشغل. بنتمنى التوفيق للجميع، واهلا وسهلا بالشباب، اخوكم ابو منير.